السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده احنا جايبين فيديو جديد، فيديو كده حد سألني وقال لي ازاي تربي الحمام، او هي ممكن تربي الحمام في ايه. في واحده بتسألني هل ممكن تربي الحمام في بلكونه، فقلت لها ما ينفعش، الحمام محتاج مكان مغلق مقفول، يعني مثلا اوضه زي دي او في بوكس مثلا زي دي، او ممكن في دور ارضي بدرون مثلا او اي مكان، بس الحمام محتاج شمس وهواء. يعني عندي مثلا هنا شباك، انا عامله له هنا شباك اهو، شباك، وهنا في شمس داخل برضو من الشباك ده، فالحمام محتاج مكان متهوي فيه شمس، يدخله شمس وهواء. وده علشان ايه؟ الشمس دي عنصر اساسي للكالسيوم، والحمام محتاج الكالسيوم جدا. هنبدا اول شيء، لو احنا عايزين نربه هنبداه بتربيه عدد صغير، يعني مثلا نبداه بجوزين او ثلاثه، مش هنزوده علشان ايه؟ دي تجربه، وكمان ممكن ايه؟ علشان التكلفه، وعلشان عشان اعرف هل ممكن هما هيبيضوا ولا لا، يعني ابقى انا متابعاهم، ابدا بعدد صغير عشان اعرف اتابعه. طب انواع الحمام اللي هنجيبوها ايه؟ الاول احنا نبداه ببلدي، هاتي جوزين او ثلاثه بلدي وربيهم، ولما تلاقيهم مشيوا بداوا ونفعوا فعلا معاكي، خلاص يبدا هات الانواع التانية. دي بقى الحمام اللي عندي، دي نوعية الحمام اللي عندي. طب ايه؟ في ناس بتسالني انت بتعلفيه ايه؟ هقول له انا بعلفه قدره، بعلفه دور عادي زي طيب بعرفه دور عادي، بس لما يبدا ان خلاص هيبيض بجيب له انا علقه بياض، علقه بياض عشان يبيضه. انا عندي زي ده مثلا، انا عندي ده دوره على علقه على رز، يعني حاجه كده مع بعض عشان خاطر ايه؟ على صدف عشان خاطر ايه؟ الحمام يبيض. اما الزغاليل فهو بياكل دوره عادي من ده، دوره عادي. ولما يكون في زغاليل بحط له ايه؟ ذره او عليها برضو للزغاليل بتبقى حلو عشان ايه؟ يبقى حلو. طيب تمام. يعني انا عندي هنا في زغاليل وفي حمام كبير، بس يكون موجود مع بعضه، يعني الزغاليل في حجم الكبار ما شاء الله، فانت تحسي ان هم مفيش فرق بينهم في الحجم. زي ما انتم شايفين دول البيض، ده ده بيض الحمام، ده البيض. فحاليا انا بحط له دورة، انا بحط له دورة. طب بالنسبة لتنظيف الأوضة، الأوضة دي بقى ممكن تنظفيها كل يوم لو انت حابة، دي حسب ايه؟ حريتك انت، الحرية الشخصية بتاعتك. ممكن تكنسيها كل يوم، او ممكن يوم ويوم، وممكن كل اسبوع، بس ما نطولش اكتر من اسبوع، علشان الأوضة المفروض تبقى عندها نظيفة، ما تبقاش فيها ريش ياما ولا كده، تبقى نظيفة عشان الحمام ايه؟ ده حساس، ده ايه؟ حساس، فمش عايز ايه؟ مش عايز الوساخة، عايز التنظيف ان شاء الله كل اسبوع مرة، بس ايه؟ دي حرية شخصية، مش هقولك مثلا نظفيها كل يوم او يوم، لا دي حرية شخصية. وتربية الحمام يا جماعة دي سهلة جدا، سهلة جدا جدا، مش محتاجة اي حاجة، يعني ممكن اي حد يربيها، ممكن طفل صغير، يعني مش طفل، شباب بين عيال صغيرين يعني ممكن يربوا، يعني وان شاء الله يعني هتلاقوها سهلة وما فيهاش اي حاجة، ومش محتاجة، يعني مش محتاجة اي حاجة والله، ان شاء الله خير. فان شاء الله لو عرفتوا تستفيدوا من الفيديو ده، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.